Iran's nationwide uprisings marked its 132nd في جميع أنحاء إيران بيومها 132 اليوم الأربعاء، حيث واصلت قطاعات مختلفة من المجتمع الإيراني النزول إلى الشوارع للتعبير عن مطالبها، حيث لا يزال الوضع الاقتصادي للبلاد يمر في أزمة حادة. وكان من الممكن سماع هدير أمواج التغيير الليلة الماضية في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية طهران، حيث صعد الناس إلى أسطح المنازل والشرفات بشعارات مناهضة للنظام، في إشارة إلى أن المشاعر الشعبية ضد الدكتاتورية الحاكمة متجذرة ومستمرة. واستهدفت الشعارات خامنئي ونظام الملالي برمته، ومن بين الهتافات: الموت لخامنئي، الموت للظالم سواء كان الشاه أو المرشد خامنئي، الموت لمبدأ ولاية الفقيه، الموت للديكتاتور، خامنئي قاتل حكمه غير شرعي، لا نريد نظاما قاتلا للأطفال، الموت لحرس الملالي. وعلى الرغم من الإعدامات والسجون فإننا سنقف حتى النهاية. وشنت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران سلسلة من 17 نشاطا مختلفا ضد نظام الملالي يوم الثلاثاء 24 يناير في مدن في جميع أنحاء البلاد. وكانت الأهداف عبارة عن مراكز في طهران وإسلام شهر استخدمها الملالي للترويج لأيديولوجيته القائمة على كراهية النساء والتطرف، وقواعد البسيج بالعسكرية التابعة لحرس الملالي في مدن قم وكرج ومشهد وشيراز وكرمان وهمدان وقزوين وشوش. وتم إحراق ملصقات لخامنئي ومؤسس النظام الخميني في مدن سروان ولنغرود وسربو الذهاب، وإحراق ملصقات قائد فيلق القدس السابق في حرس الملالي قاسم سليماني في مدن كاشمر وكرج وطهران. وتشير التقارير الواردة من بندر خميني في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران إلى أن الموظفين الرسميين في منشأة بتروكيماوية محلية عقدوا إضرابا يوم الأربعاء لليوم الرابع على التوالي. وفي الأهواز نظم موظفو مستشفى الخميني بالمدينة احتجاجا للمطالبة برواتبهم المتأخرة والإجابة على مطالبهم العقدة. That's it for today. Thank you for joining us.